ذنبها أنها ولدت في غزة. هنا لا حليب أطفال، إنما بارود ونيران. أطفال لا حول لهم ولا قوة، يموتون ببطء أمام أعين ذويهم. نحو مليوني فلسطيني عالقون بين ناري الاحتلال والجوع منذ 9 أشهر، وكأن الدمار والنزوح لا يكفيان لجعل المشهد في غزة كارثياً. معابر مقفلة وحصار مطبق وقوافل مساعدات لا تجد إلى غزة طريقاً، بعضها محظور وآخر مهدد بالقصف، والناس يضطرون إلى أكل أوراق الشجر. بننتقل من مجاعة لمجاعة، مرت علينا مجاعة، مجاعة الطحين، والآن إحنا قاعدين بنمر في مجاعة أصعب من مجاعة الطحين اللي مرت علينا. أطفال في مستهل العمر يقضون أياماً كاملة جائعين بين خيام مهددة بشبح النيران. هل يخال أحد أن يحرم يوماً من تذوق لذة الطعام؟ إنها غزة، ففيها كل شيء مختلف. إبادة من نوع آخر تشنها إسرائيل، سلاحها التجويع القسري. تترك أهالي غزة في طوابير تمتد ساعات للحصول على طعام شحيح. في شمال قطاع غزة نعاني الموت، لا شيء على الإطلاق يؤكل هنا. المجاعة لم يسبق لها مثيل. اللهم بلغت، اللهم فاشهد. في شمال القطاع المنكوب يعانون خطر الموت، والمعركة تتجاوز التهجير والتدمير. لا شيء يؤكل، والمجاعة لم يسبق لها مثيل. أجساد نحيلة تعيد إلى الأذهان مشاهد متنوعة حدثت في السابق، فغزة تحت نير الجوع وخذلان العالم. مش أكل كمان، إحنا مش لاقين ناكل. ابني بصيح قاعد على خبز، إحنا المخابز فوق بعض، وإحنا مش لاقين غاز كمان نعجن أو نطبخ. الغزاويون الجياع وهم يشدون على بطونهم الخاوية، يعطون دروساً في الصبر والصمود، يناشدون العالم ومؤسساته ومنظماته إدارة وجهه صوب غزة، وهم يطالبون بأدنى مقومات الحياة.